دفاعاً عن عزة الوطن وسلامة أراضيه، وصوناً لكرامته ومقدساته، لتظل مصر كالعهد بها واحة أمن وأمان لكل أبنائها، وليظل لها دورها القيادي والرائد في هذه المنطقة من العالم. جمع الخريجين على الصاري، يتم سحب أعلام الإشارة، كلمة تهنئة من الكلية البحرية إلى الدفعة 67 بحرية والدفعة 44 دفاع جوي. وابتهاجاً بهذه المناسبة، تقوم الوحدات البحرية بالبحر بإطلاق المشاعل الضوئية، ونشاهد بالبحر فريق الشراع من طلبة الكلية البحرية، حيث يتم تدريب طلبة الكلية البحرية على أحدث طرازات الصوارق الشراعية. إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة لإعلان قرار التعيين ومنح الأنواط. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما يلي: أولا، تعيين خريجي الكلية البحرية الدفعة 67 بحرية دفعة الفريق سعد محمد الشاذلي في رتبة الملازم بحري تحت الاختبار بالقوات المسلحة اعتبارا من 30/6/2016. ثانيا، تعيين خريجي كلية الدفاع الجوي الدفعة 44 دفاع جوي دفعة الفريق سعد محمد الشاذلي في رتبة الملازم تحت الاختبار بالقوات المسلحة اعتبارا من 30/6/2016. ثالثا، منح أوائل الخريجين من مصر والبعثات العربية والصديقة المذكورة أسماؤهم بعد نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرا لأدائهم واجباتهم بتفان وإخلاص أثناء دراستهم بالكلية. من الكلية البحرية: ملازم بحري تحت الاختبار شريف خالد حسني أبو هاشم، ملازم بحري تحت الاختبار أحمد مدحت محمود إبراهيم، ملازم بحري تحت الاختبار محمد جمال محمد. ومن مملكة البحرين: حمد خليل جاسم الكبيسي. ومن دولة الكويت: محمد عواد محمد العنزي. ومن دولة ليبيا: محمد اللافي محمد علي. ومن دولة قطر: محمد حمد علي الصليتي. من كلية الدفاع الجوي
ملازم تحت الاختبار حسن محمد حسن أبو حمدة. ملازم تحت الاختبار مصطفى عصام مصطفى عكا. ملازم تحت الاختبار محمود نبوي عبد المحسن درويش. ملازم تحت الاختبار أحمد محمد محمد بحيري. ومن المملكة العربية السعودية عبد الرحيم بن سعيد البلوي. ومن دولة ليبيا أحمد سالم أحمد عيور. ومن جمهورية جنوب السودان دانج أنتوني أنجوك. حملنا السلاح
أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية، وحافظا على أمنها وسلامتها، حاميا ومدافعا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعا للأوامر العسكرية، منفذا لأوامر قادتي، وحافظا على سلاحي، لا أتركه قط حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد. قوات العرض العسكري جنبان سلاح. كلمة السيد اللواء بحري أركان حرب وليد مصطفى عوض مدير الكلية البحرية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. السادة القادة، السيدات والسادة، ضيوف الكلية البحرية الكرام، بكل الفخر والاعتزاز وعظيم الشكر والامتنان تتشرف الكلية البحرية اليوم بتشريف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة احتفال القوات المسلحة بتخريج الدفعة 67 بحرية والدفعة 44 دفاع